اهلا بكم. هنبدا دلوقتي بقى في كورس البيانو. الكورس البيانو هيكون حاجه ممتعه جدا. النهارده هنتعلم بقى ايه الكلام الكبير كله بقى، هنتعلم النغمات واماكنهم على النوته والكلام ده. فهندرس البيانو بالنوته كمان، هنتعلم يعني ايه حاجه اسمها جي كلاف، ويعني ايه حاجه اسمها اف كلاف، اللي هم كانوا بيسموه مفتاح سول ومفتاح فا. المفتاح سول ده اللي هو بتعزف بايدك اليمين، ومفتاح فا بتعزف بايدك الشمال، اللي هم بقى جي كلاف واف كلاف. دول مهمين قوي. هنعرف مثلا ثلاث نغمات في اليمين وثلاث نغمات في الشمال. طبعا هتحسوا ان ثلاث نغمات ده حاجه بسيطه، لا، ثلاث نغمات بالنوتات بتاعتهم حاجه يعني كويسه في حصه واحده، انك تعرف تحفظهم كويس وتبص على النوته بتاعتهم تقراهم كويس والكلام ده، ده حاجه مهمه. وهنعرف الازمنه كمان، امتى النوته زمنها 1 بيت وامتى زمنها 2 بيتس، هي نغمه طويله ولا نغمه قصيره. هنشوف بقى كل الكلام ده واحنا بنبتدي في الكتاب مع بعض. وطبعا هناخد شويه فن بعد كده، حاجات في الكوردات في التكنيك في البتاع. المهم بس ايه، نعرف الاساسيات بتاعت البيانو، لان هي دي اللي بتاسسك كانك بالظبط بتدرس في معهد او بتدرس في كليه او حاجه زي كده، لانك بتعرف كمان الميوزك ثيري، مش بس بتتعلم اغنيه وتدوس هنا تدوس هنا تطلع اغنيه، انت كده بتتعلم المزيكا على اصولها. يلا بينا نشوف بقى بدايه الكتاب اللي هندرس فيه هيكون عامل ازاي. طبعا اهم حاجه في العزف ان احنا نعرف النغمات ونعرف زمنها. فالازمنه هتجيني زي كده، يعني لو الشكل ده كده بيكون زمنه واحد. واحد يعني ايه؟ يعني مش مثلا مش ثانيه، لا، واحد 1 بيت يعني. فمثلا في العده الواحده بعزف نغمه، وبيجيني شكل تاني مثلا هيبقى شكله زي ده كده، ده بيكون زمنه 2. يبقى الاسود دي زمنها واحد، لكن اللي لونها ابيض دي زمانها 2. طبعا ليهم اسماء، ساعات كانوا بيسموهم في الحاجات في الفرنش بيسموها نوار وبلان وبلانش ومش عارف ايه وكده، لكن مثلا دلوقتي بيسموهم هاف نوت، وفي كوارتر نوت، وفي هول نوت، حاجات كتيره كده يعني. نبقى نقولها برضو ان ممكن بقى نعمل ميوزك ثيري او حاجه. فمبدئيا كده ان الاسود دي زمانها 1 والابيض دي زمانها 2. هنشوف بقى طبعا مع التمارين هنشوفهم ازاي نعدهم 1 و2 وكده. اول حاجه بقى هنقابلها في البيانو زي ما اتفقنا، زي ما احنا شايفين كده الصفحه دي اللي هو بقى الايه الاثنين اسود وثلاثه اسود، اللي هو الحاجات الشرح يعني البيانو والنغمات والكلام ده كله. وبعد كده بقى بنقابل الحته اللي مكتوب عليها هاو ميوزك از ريتن دي، اللي هي بنكتب النوتس يعني بنكتب عليها. وبعدين الصفحه اللي بعديها اللي هي بقى ايه دي كل النوت اللي احنا هندرسها، بس مش هندرسهم مره واحده كده عشان ما تحسوش ان هم صعبين. انا بوريكم بس الكتاب بدايته ايه. وبعد كده بيقول لي طبعا اسماء الصوابع اللي هو الرايت هاند والليفت هاند، ان هنا 5 صوابع 1 2 3 4 5 وهنا 1 2 3 4 5، وبيوريني شكل البوزيشن على البيانو المظبوط والكلام ده كله. وبعدين بعد كده هنبدا بقى من اول هنا بقى الصفحه دي بيقول لي هنعزف بايدينا اليمين. هنبدا بقى ايه سي دي اي، دي اول 3 نوتات هناخدهم السي والدي والاي. يبقى اول حاجه احط ايدي على البيانو بالايد اليمين سي ودي وإي، سي دي إي. أحفظ أماكن النوت الأول على البيانو، أعرف أماكنه. وبعدين بقى المفروض إن السي شرحها عن نوتة هي اللي تحت خالص دي، وعندها خط إضافي لوحدها كده، يبقى هي دي نغمة سي. يبقى أي وقت نشوف النغمة دي كده يبقى اسمها سي، وأول ما أشوفها أعزفها كده سي. اللي بعدها دي على طول اللي هي تحت الخط الأول اسمها دي. فهو طبعا مش هيكتب لنا سي ودي بالحروف وكده، هو يكتبها بقى بطريقه باللغه بتاعت الموسيقى، اللي هي المفروض مثلا سي تبقى تحت الخطوط دي اللي هو اسمه المدرج الموسيقي او اسمه ستاف، وعندها شرطه اللي هي الايه الخط الاضافي ده تبقى سي. طيب دي ليها مكان برضو على المدرج الموسيقي ده، بتقف تحت الخط الاول. يبقى النغمه اللي بتقف تحت الخط الاول اسمها دي، فاروح اعزف دي. النغمه اللي بتقف على الخط الاول تبقى اسمها اي. يبقى دي 3 نغمات اللي هو عايز يعلمهم لي دلوقتي. فنبدأ بقى من الأول، يبقى سي دي إي دي سي دي، وبعدين إي أهي على الخط أهي، يبقى اسمها إي. طب إشمعنى هنا جاي لي لونها أبيض كده؟ لما بتكون لونها أبيض كده بيبقى معناها إن أنا أعزفها وأفضل دايس على النغمة فور تو بيتس، يعني أفضل دايس على النغمة لمدة تو بيتس، مثلا 2 وقت يعني. فمثلا هيبقى سي من الأول خالص كده، سي دي اي دي سي دي اي 2، يبقى افضل دايس عليها لمده 2 بيتس. فطبعا المفروض يكون معاك مترونوم مثلا او اي حاجه، او خبط برجلك او اي حاجه عشان تحس بالزمن. نعملها مره كمان كده، يبقى سي دي اي دي سي دي اي 2.
اهو هعملها كده واخبط معاها عشان نحس بالزمن شوية. وبعدين نكمل بعد كده، دي اي دي اي سي اي سي تو. يبقى نقول الحتة دي تاني كلها بقى من غير ما اقول اسماء الحروف. هي كل الفكرة ان المفروض تعرف كل واحدة شكلها ايه واسمها ايه وكده. هعزف التمرين من الاول. التمرين التاني بقى المفروض عندنا برضو سي ودي وإي تو. هنا بقى بيعلمني خلاص، يعتمد ان انا بعرف اقرا الثلاث نغمات دول فبيعلمني اقرا على طول. فهنجرب كده، يبقى سي دي اي تو، سي اي دي تو، سي دي اي سي تو. كده مش هقول لكم بقى سي ودي وكده، هعزف على طول. الصفحة اللي بعد كده بقى عايزين نعزف بالإيد الشمال. يبقى المفتاح اللي فوق ده بتاع الإيد اليمين، المفتاح التاني ده بتاع الإيد الشمال، بنسميه F كلاف. هنا هنتعلم ثلاث نغمات برضو، نفس السي، يبقى هما الاتنين هم بيشتركوا في نفس السي، وبعدين B وبعدين A. يبقى هنا بنتعلم ثلاث نغمات وهنا ثلاث نغمات. السي في نفس المكان وعندها شرطة برضو اللي هي الخط الإضافي ده بس لفوق بقى، وبعدين البي فوق الخط الخامس في اللي هو الحاجات اللي تحت دي، والA برضو على الخط، نفس الفكرة بالظبط. هيبقى هنا برضو نفس العد ونفس كل حاجة، سي بي اي بي سي بي اي بي سي تو سي تو سي 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 تو. يبقى لما الاقيها لونها اسود كده يبقى هي عدة واحدة بس، سي مثلا او كده. لما تكون لونها ابيض كده يبقى زمانها عدتين، يبقى افضل دايس عليها شوية، سي تو. هعزفها على بعضها. تو تو تو. يبقى لازم برضو نهتم ان هي بالايد اليمين ولا بالايد الشمال. هنا نفس الكلام، بيديني برضو نوتة جديدة على اساس ان انا خلاص عارف اعزف. يبقى هنجرب كده، تو تو التمرين الجديد ده بقى بيعلمني، بيقول لي هتعزف جزء باليمين وجزء بالشمال. فهنا بقى بجهز ايديا الاتنين، وبعدين هعزف اهو، سي دي اي دي سي دي اي دي شمال، سي بي اي بي سي تو سي تو. وذاكروا في الاول بالطريقة اللي انا بقولها كده، اقعدوا قولوا النغمات وانتوا بتعملوا، تاني مرة اعمل من غير ما تقول. طيب هنا في حاجة جديدة بقى، في حاجة في الكاونتنج جديدة في العد. المفروض ان دي زمانها كان اتنين، لما يجيني جنبها نقطة كده يبقى زمانها تلاتة. بالمناسبة الكتاب اي حاجة جديدة هتلاقيه في اللي على جنب كده شارحها لك. فطيب مثلا هنعمل هنا سي دي اي سي بي اي سي تو دي اي تو ثري، هي دي الجديدة. وبعدين سي دي اي بي سي دي تو، بعد كده بي سي تو سي بي اي بي سي تو سي بي اي بي سي تو ثري. وبعد ما نعزفها مع الكلام زي كده نقدر نعزفها من غير ما نقول. طبعا الموضوع هياخد تدريب، يعني بتهيألي بعد كده هيكون بقى في نغمات جديدة، هنزود نغمة جديدة. يبقى النهارده بس كده خدنا اللي هما الثلاث نغمات سي ودي واي في الايد اليمين، في الايد اليمين، وسي وبي واي في الايد الشمال. فمهم بس اشتغل عليهم كويس.
لازم ابقى عارف مكانهم كويس وعارف ازاي بيتعمل. بس كده يعني. ممكن بقى نشوف بعد كده، هنشوف بقى نغمات تانية طبعا، بس خلينا ماشيين واحدة واحدة كده، ونفرق بين الإيقاعات، إن دي زمانها واحد، دي زمانها اتنين، دي زمانها تلاتة، عشان بعد كده لما ناخد حاجات جديدة ما نتلخبطش في الحاجات القديمة. زي ما شفنا كده بنتعلم حاجات ممكن تكون عندك خلفية عنها قبل كده، لو انت تعرف شوية في البيانو او بتعرف النوتة او كده، بس ده مهم جدا انك تعرف الزمن والصوابع الصح، وازاي تدوس على الحاجة وتحس بالبيت، وازاي يذاكر اصلا، لان في ناس بتذاكر مش عارفة هي بتذاكر صح ولا لا، ففي الاخر يلاقي نفسه برضو متعلمش او مش عارف يتعلم. فمهم قوي كمان طريقة المذاكرة، زي ما قلت مثلا وانت بتذاكر قول النغمات وانت بتعزف، دي هتفيدك. اعرف حس بالزمن، خبط برجلك، شغل مترونوم بتاع، الحاجات دي كلها هتفرق معاكوا جدا. بس كده، دي حلقة النهاردة كده، وطبعا حلقة سريعة بس لازم نذاكرها كويس. اوعى تعدي الحلقة دي مثلا عشان تخش على اللي بعدها وتعرف ايه اللي بيحصل وبتاع، غير لما تكون مذاكر دي كويس جدا، لان الحلقات البيانو كلها مترتبة على بعض، مش هيعرف تعدي اللي دي يعني تخش على اللي بعدها غير لما تكون فاهم دي كويس جدا. بس كده، واشوفكوا على خير ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا.